صباح الخير على كل مشاهدينا في كل حتة، والنهاردة يوم جديد ونهار يا رب يكون سعيد علينا. النهاردة تاني يوم من أيام شهر مارس 2014 الأحد. أكيد في أحداث متنوعة وكتير هنتابعها في فقرة الصحافة، لكن أكيد الحدث الأبرز اللي حصل امبارح هو إن الحكومة الجديدة القديمة حلفت اليمين امبارح برئاسة المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان السابق. الحقيقة اللي ناس كتير اعتقدت ان هو هيكون في تشكيل وزاري جديد تماما، لكن المفاجأة اللي حصلت انه 20 وزير من الحكومة القديمة او حكومة دكتور الببلاوي حلفت اليمين مجددا، بالإضافة ل 11 وزير جديد فقط وضموا 4 وزارات. التفاصيل هتكون مع رانيا اكيد في فقرة الصحافة. صباح الخير يا رانيا. اكيد صباح الفل يا ريهام، بصبح على كل مشاهدينا في كل مكان. زي ما كانت ريهام بتقول انه امبارح ادوا اليمين الوزراء اللي منهم كانوا من الوزارة السابقة والوزارة الحالية. بنتمنى لهم التوفيق على كل المستويات، بنتمنى لهم الحقيقة ان هم يكونوا على قد المسؤولية، بنتمنى لهم ان احنا نحس بوجودهم وان المواطن يحس بوجودهم وانهم ينزلوا الشارع زي ما بنطلب. ان احنا عايزين كل وزير يسيب مكتبه يوم في الاسبوع وينزل الشارع، يشوف مشاكل الناس، يشوف ايه اللي بيحصل في الشارع من غير ما حد يعرف، ومن غير ما يوضبوا له الشارع، ومن غير ما يحطوا له السجاجيد، ومن غير ما يحطوا له زرع، ومن غير الحاجات القديمه اللي كانت بتحصل اللي دي بتتشل تاني. كفايه. ارجوكم وبكل تفاؤل وبكل حب خلونا نشتغل لمصلحه البلد دي، نجرب علشان ما لناش غيرها. عندنا فقرات كتيره جدا النهارده. في البدايه طبعا هتكون فقره الصحافه، وهيكون ضيفنا هو الكاتب الصحفي ايهاب الحضري عن الاحداث الجاريه ايضا ومتابعه الاحداث الجاريه تحديدا للاستعدادات للانتخابات الرئاسيه، وكذلك التشكيل الحكومي التشكيل الوزاري والحكومه الجديده. هنناقشها مع الاستاذ حسين عبد الرازق عضو الهيئه العليا لحزب التجمع. هيكون عندنا كمان فقره اقتصاديه وعن الحاله الاقتصاديه وعن الاقتصاد المصري ومشاكله، ولو في اي مقترحات لحل ازمات الاقتصاد المصري مع دكتور صلاح جوده الخبير الاقتصادي. فقرة كمان مع رواية اسمها أبابيل مع الروائي شريف عبد الهادي، هتكون معانا النهاردة في إحدى فقرات نهارك سعيد. هيكون كمان عندنا فقرة تانية مع أستاذ سعد هيكل المحامي والناشط الحقوقي، وهنتكلم معاه عن تقرير الخارجية الأمريكية في حقوق الإنسان في مصر. نتمنى أن تكون الخارجية الأمريكية بتهتم بحقوق الإنسان بشكل عام، ما تكونش بس بتهتم بالناس اللي في السجن، أو ما تكونش بس بتهتم بحقوق الإنسان الخاصة بجماعة الإخوان، وإنما تكون بتهتم بحقوق الإنسان في حاليا المصرية على كل المستويات. أهم منشطات الصحف وعناوين الصحافة المصرية والتشكيل الحكومي الجديد هيكون مع رانيا بس بعد الفاصل.